يقول السائل: رجل كان يبيع تجارة محرمة لجهل وتقصير منه، ثم تاب إلى الله عز وجل واشتغل بتجارة حلال واختلط عليه المال، فماذا يفعل؟ المال الذي دخل عليه بطريق محرم هذا لا يجوز له استعماله لأنه حرام، فعليه أن يقدر، إذا كان ما يعرف حد المحرم فعليه أن يقدره ويجتهد ويتصدق به، يتصدق بالكسب الحرام، بمعنى أنه يتخلص منه، قل له ما هو بصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن معنى يتصدق به يتخلص منه ويعطيه للمستحقين، لأنه مال لا مالك له، ضايع، فيعطيه المستحقين مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.